اهلا وسهلا فيكم جميعا. اذا قبل الفاصل كنا عم نحكي على الانجازات الاردنيه بالاولمبياد والمشاركه والمنتخبات الاردنيه اللي حصدت يعني اهتمام الجميع، واحنا شفنا بالفتره الماضيه قديش ابطالنا كانوا مبدعين بكل شيء عملوه. هلا لاعبنا لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش حقق إنجاز كبير، تأهل لربع النهائي بالملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد ما فاز على بطل العالم الياباني سيوان أوكازوا، وحقق فوز كبير على حساب اللاعب الكازاخستاني بطل العالم أصلان بيك في دور 32 من منافسات وزن تحت 71. واليوم حابين نهنئ لاعبنا زياد عشيش على هذا الإنجاز، وحبينا يكون معنا على الهواء مباشرة. يسعد لنا هالصباح يا بطل. أهلين رندا، كيف حالك؟ يسعد صباح. أولا الحمد لله على سلامتك يا زياد، الله يسلم عمرك يا رب. وتانيا يعني أنت حققت انتصار، ويمكن ما حققت ميدالية ولكن أنت فزت على بطلين عالم، فبنا نحكي لك يعطيك ألف عافية، وقديش مهمة هاي المشاركة واللعب ضد أبطال العالم. الله يعافيك يا رب. والله شوفي كانت مشاركة كثير حلوة، وكانت القرعة مش مساعدتني شوي، كانت صعبة. طلعت القرعة أول ما طلعت مع بطلين عالم، يعني كان واحد فيهم بطل عالم ب 2021، والبطل الثاني هو كازاخستاني، والواحد فزت عليه كان هو بطل عالم ب 2023. ما كانت سهلة القرعة بالنسبة لي، فاضطريت إني أشد على حالي أكثر. اشتغلت مع مدربين واشتغلت مع الكادر اللي معي عشان اني اقدر اتخطاهم. الحمد لله فوز عليهم الاثنين، هذا كان انجاز كبير بالنسبه لي وللملاكمه الاردنيه كمان. طب زياد، احنا بنعرف مش قليل، وبنعرف يعني احنا لما سمعنا انه ابطال عالم يعني الله يكون بعونك، فهذا يعني هاي مسؤولية كتير كبيرة، والاحتكاك مع اللاعبين واللعب مع لاعبين بحجم أبطال العالم، قديش مهم هذا الإشي للاعب؟ هو اسمه بطل عالم، اسم كبير. لما يكون بطل عالم، الحكام اللي بيكونوا قاعدين تحت قبل ما تطلع على المباراة بيكونوا هم حاطين عينهم أصلا على البطل العالم، فأنت مش سهل تفوز عليه، يعني لأنه كل الأنظار بتكون عليه، هو بالزبط. ما بتكون عليه يعني. وهذا الإشي يعني أنا قدرت إن أقلب كل الموازين وأخلي كل المباراة لي، يعني خليت الحكام يشيلوا عينهم عن اللاعب ويحطوا عينهم علي أنا عشان أقدر أفوز. يعني ما كانش شيء سهل. وزياد كنا يمكن عم نحكي بالبداية إن الواحد بمجرد وصوله للأولمبياد بمر بتجارب كتيرة، بمر بمواقف مش سهلة، والتدريب مش سهل، يعني بمجرد الوصول الواحد للأولمبياد فهذا بحد ذاته إنجاز. فاحكينا عن أهمية مشاركتك بالأولمبياد هاي السنة، وإنك تلعب مع بطلين عالم وتفوز على بطلين عالم، هذا مش سهل أبدا أبدا أبدا. أكيد الواحد يسهل على الأولمبياد بحد ذاته إنجاز، وتتسجل في التاريخ يعني كمان إنك أنت شاركت في الأولمبياد، لأنه مش أي واحد بيقدر يشارك في الأولمبياد. كل اللاعبين اللي بيجوا جايين على الأولمبياد بيبقوا ملاعبين بطولات عالم، وبيبقوا مشاركين فيها، بيبقوا جايبين مراكز كويسة عشان يقدروا يشاركوا ويصلوا لهي المرحلة. يعني ما في لاعب بيجي على الأولمبياد بيبقى مشارك إنه هيك بيجي لحاله يشارك، إلا بيبقى هو لاعب محطات تأهيل ومتأهل. وطبعا بيبقى جاء الاولمبياد تحضيرها غير عن كل تحضيرات البطولات، يعني تحضيرها بيختلف. صح، الاولمبياد هي تقريبا قمه الرياضه، فهي اعلى شيء بالرياضه الاولمبياد. يعني تعرف زياد، انا دائما بحكي شيء، بقول الواحد دائما عنده احلام وعنده طموحات، انه الواحد اولا انتوا هاي السنه وصلتوا الاولمبياد، الله يعطيكم الف عافيه، وانت وصلت ربع نهائي، اوكي؟ فهذا برضه لا يستهان فيه. اليوم زياد عشيش بعد ما فاز على أبطال عالم وبعد ما شارك بالأولمبياد، شو التطلعات لقدام والخطط للبطولات القادمة؟ والله التطلعات كبيرة إن شاء الله، والخطط كبيرة. هسه نبلش نحضر إن شاء الله للأولمبياد 2028، لأنه الواحد بحضر للأولمبياد مش بسنة وسنتين، أكيد بالأربع سنين لازم يكون تحضير كمان كتير قوي. هو هذا حلم إنه يكون مع مدى الأولمبية، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني ممكن إني أطلع أحترف برا كمان، يا رب أصير ألعب باحتراف، فهذا الإشي يعني كمان كثير كويس بالنسبة لي. زياد، احنا دائما فخورين فيكم ودائما فخورين بكل انجازاتكم، واحنا معاكم دائما بكل بطوله وبكل شيء انتم بتحققوه. انتم ابطال ورفعتوا راسنا، والحمد لله على سلامتكم، واحنا دائما وراكم. وبدي كلمه منك اكيد لكل عم يسمعونا زياد.
يعني أنا بحب أشكر الشعب الأردني والله، كثير كان تابعني، كان يستني منه مسجات، والله مسجات كانت تشجعني بصراحة، فهذا الإشي يعني كان يساعدني، كنت لما أشوف مسجات وما تشجع إني أفرحهم أكثر وأكثر، وبحب أشكرهم على وقفتهم معي والله، وإن شاء الله المرة الجاية أقدر أفرحهم. يسعدك زياد عشيش، يعطيك ألف عافية، دائما بطلنا ودائما رافع راسنا، وألف الحمد لله على السلامة يا زياد، تحياتنا لك. شكرا شكرا، أهلا.